تتواصل انطلاقات أشواط صباح هذا اليوم مشاهدينا الأعزاء المستمر في إكمال الجولة الأولى في هذه الانطلاقة والتحدي والتواصل في أرضية هذا الميدان. تواصل أشواطنا وانطلاقتنا في هذا الصباح. الشوط الخامس أعلنت بداية انطلاقته، أعطت إشارة البدي للانطلاق في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع. نسير مع الإبكار لإذاع المحليات الأصايل الذي أعلنت انطلاقتها على المقدمة، الناس تسيطر على المقدمة العسيلة علي بن حمود بن علي الظاهري، ولكن ينخطف المركز الأول من قبل الشاهينية خليفة بن علي بن خليفة الرميثي على المقدمة على المركز الأول، بينما العسيلة في المركز الثاني وعلي بن حمود بن علي الظاهري على ثاني المراكز. أما المركز الثالث، ثالث المراكز تتقدم في سمحة سيف بن سالم النايلي على المركز الثالث والمركز الرابع. رابع المراكز هملولة عبيد بن هلال بن مبارك العفاري على رابع عامر بن حمد بن عفصان المنصوري، والله له ارتباط مع اسم العفريت، مع اسم العفريت يعني يقدم دائما لنا كل موسم تقريبا يأتينا بعفريت نخرة وسبوق وتتقدم وتنطلق. ويا سلام يا أبو حمد، صباح الخير عامر بن حمد بن عفصان المنصوري، شعار صال وجال، شعار انطلق وقدم الكثير في عالم الأصايل. هذه العفريت تسيطر، هذه العفريت تعلن السلامات والتحديات هناك لمدينة العين. تهانينا لعامر بن حمد بن عفصان المنصوري على فوز العفريت في هذا الشوط وانتزاعها الناموس بانفراد ما شاء الله بدون منافس على الإطلاق. بينما بنشوف المركز الثاني وصلت في شاهينية خليفة بن علي بن خليفة الرميثي، والمركز الثالث العسيلة لعلي بن حمود بن علي الظاهري، المركز الرابع سمحة لسيب بن سالم النايلي، والخامسة اللي هي الشاهينية لحمد بن خويتم العامري. هذه الخمس المراكز في حالة وصولها إلى خط النهاية. الخمس الأخرى لجنة خط النهاية لها متابعة، أما نحن بنتابع توقيت العفريت في 6 كيلومترات 9 دقائق بالتأكيد، ولكن 27 ثانية بعد 9 دقائق وجزين من الثاني عامر بن حمد بن عفصان المنصوري. تهانينا على هذا الفوز. بينما وصلت الشاهينية في المركز الثاني، يا مخرجنا بنشوف الشاهينية اللي على ثاني المراكز. هذه الشاهينية في توقيتها الزمني في مسار وتحديات هذا الشوط وهذا الاندفاع. الشاهينية قطعت المسافة 9 دقائق 35 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لخليفة بن علي بن خليفة الرميثي، وصلت في المركز الثالث لعسيلة هذه على شاشة التلفزيون في 9 دقائق و36 ثانية 7 أجزاء من الثانية. علي بن حمود بن علي الظاهري مشاهدينا متابعينا الكرام في تواصل أشواطنا المستمرة في هذا الصباح. هكذا نتو